من وزارة الشباب والرياضة. الحقيقة من الأخبار اللي أنا شخصياً مبسوطة جداً بيها، في مجموعة أخبار طلعت بتقول إن مركز من مراكز الشباب في محافظة المنوفية لقوا فيه زجاجات مشروبات كحولية وسجاير وحاجات يعني لا تليق إنها تكون في مركز من مراكز الشباب. طبعا ايه حقيقة الموضوع ده؟ احنا الاول هنعرفه من الاستاذ محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، وبعدين اقول لحكم الخبر الحلو فين. اهلا وسهلا يا فندم استاذ محمد، مساء الخير. اهلا بيكي، بحيي حضرتك وبحيي كل السادة المشاهدين. يمكن في اطار المتابعه المستمره لكافه المنشات الشبابيه والرياضيه، وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي اخذ عدد من القرارات في مخالفات مراكز الشباب بالمنوفيه. يعني بالفعل كان في مخالفات يا فندم، وعشان كده حضراتكم تداركتوها. نعم، خلينا نقول ان احنا ان هناك استراتيجيه داخل وزارة الشباب والرياضة بتبناها الدكتور أشرف صبحي، أيوة، توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة، من ضمنها الاهتمام بمراكز الشباب وتطوير مراكز شباب جمهورية مصر العربية وتحويلها لمراكز إبداعية وتنويرية تهدف إلى خدمة الشباب والنشأ في جميع ربوع مصر. أيوة دكتور، ده الهدف من مراكز الشباب. ده الهدف من المركز. الهدف من المركز إن هو هيكون منبر إبداعي، تمام، هيهتم بجميع الأنشطة الثقافية والإبداعية والفنية. يمكن كان هناك بالأمس جلسة مع معالي دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، تم مناقشة عدد من الملفات الهامة بتطوير مراكز الشباب، أهمها تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة المجتمع وتبنيها لمهرجان إبداع مراكز الشباب، واللي هيضم كمان ايضا اكتشاف المواهب من ذوي القدرات الخاصه، وايضا انشاء حمامات سباحه في عدد من مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه. أيوة. وتطويرها حتى تكون بالفعل منبر ابداعي ثقافي رياضي. نرجع لموضوعنا والخاص باللجان التي تمت تشكيلها من خلال وزير الشباب والرياضه وضمت. ايوه بس عاوزين حضراتكم كمان تهتموا بالاقاليم يا دكتور. مراكز الشباب في الاقاليم. كل مستوى على جميع مستوى محافظات الجمهوريه. على جميع مستوى الجمهورية والقرى الأكثر فقرا والقرى المحرومة، لأن حضرتك يعني احنا يعني بنشوف صور وفيديوهات لبعض مراكز الشباب، بنشعر انها محتاجة نظرة أكثر من حضراتكم. الوزارة اللي اقتحمت هذه المشكلات وتم تصويرها وتم أخذ قرارات فورية، ما استنيناش إن الإعلام يكتشف هذه السلبيات. طب هل بالفعل سيتم وضع كاميرات في كل مراكز الشباب يا دكتور؟ طبعا يا فندم، طبعا يا فندم، ده حقيقي الخبر ده سليم. طبعا يا فندم، الخبر ده خرج من وزارة الشباب والرياضة. ده خبر جميل يعني. يمكن شكل وزير الشباب والرياضة مجموعات عمل للتفتيش المستمر ضمت كل من مساعدي وزير الشباب والرياضة، والبداية كانت في محافظة المنوفية، حيث تضمنت الجولة عدد من مراكز الشباب، منها مركز شباب تلاء الذي وجد به أعداد كبيرة من زجاجات المشروبات الكحولية حول سور الملعب، بالإضافة إلى التدهور الشديد في الملعب الخماسي. وبعد المعاينة والفحص والتفتيش تبين التقصير في عدد من المراكز، وتم على الفور نقل أحد العاملين وإحالته للشؤون القانونية للتحقيق وتشكيل لجنة لمتابعة. والله أشكرك، والله يا دكتور أشكرك، يعني حضرتك يعني كلام حضرتك محترم جدا، أنا بشكرك، لأن أول مرة يطلع لنا مسؤول